السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من قناة أم محمد هنعمل روتين خفيف اللي هو فطار. الفطار بتاعنا هيبقى عبارة عن فول وبطاطس وكمان بتنجان وطعمية، وهنعمل ده كله معاكم، وطبعا طبق السلطة. أول حاجة الوقت هنروح نعملها، هنجهز طبعا أنا هشتغل في كله. تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه دلوقتي انا حطيت المقليه عشان البطاطس وكمان البرنجان او وكمان هوت الفول. طبعا انا مجهزاها من بدري، حطها على النار. هنزل دلوقتي على طول بالبصلايه بتاعتي والفصين التوم. هنشوحها على ما الزيت بتاع البطاطس يسخن وبتاع البرنجان كمان، وبعد كده هننزل الفول بتاعنا. بس هنديلها تشويحة بس بسيطة كده، وبعدين هنزل بالفول. وكمان هنا الزيت بقى سخن، هنزل دلوقتي بالبتنجان بتاعنا اهو. والوقت بعد ما الزيت بتاع البتنجان سخن هنزل دلوقتي بالبتنجان بتاعنا عشان نحمره. وكمان الزيت بتاع البطاطس بقى سخن معانا، هنزل دلوقتي بالبطاطس بتاعتي. الوقت انا هسيبها على نار متوسطة عشان تستوي كويس وتحمر. وكمان عيني كمان على البرنجان عشان ما يتحرقش. ما هنرجع تاني للبصلايه بتاعتي. البصلايه هنشوحها بس تصفيره كده قبل ما نحط عليها الفول اهو. ومعانا كمان نص معلقة ملح. دلوقتي هنزل بالفول بتاعنا. وكمان معايا كزبرة ناشفة وكمون ناشف. هنقلب بقى الفول بتاعنا اهوت. خلاص هو بياخد بس غلوة واحدة على النار وكده بيبقى جاهز. وكده الفول بتاعنا بقى جاهز اهوت. هنشوف بقى البطاطس بتاعتنا. كده كمان الباذنجان. هقلبه والباذنجان بتاعنا بدأ يحمر اهوت. اول بقى ما يحمر من الجنب الثاني ويستوى هخرجه من الزيت. وده الفول بتاعنا خلاص، انا هطفي عليه خلاص.
وانا كده خلاص خلصت البطاطس بتاعتي اهيت، هكمل بقيت تحمرها وارجع لك تاني. دلوقتي انا هجهز كمان البيض اهوت، حطيت مقلايه على النار فيها شويه زيت، ومعايا كمان حبايه طماطم مقشراها ومقطعاها قطع صغيره. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. طبعا البطاطس الثانيه خلاص احمرت اهيت، انا خلاص خلصت البطاطس كلها بتاعتي. هروح دلوقتي احط الطماطميه في الزيت، طبعا هسيبها لما تستوي الطماطميه ديت، وبعدين هنزل عليها بالبيض بتاعي. وخلاص كده البرنجان بتاعي استوى خلاص اهوت، ده اللون اللي انا عاوزاه. دلوقتي هطلعه في طبق فيه المناديل طبعا اهي عشان الزيت اللي هو شربه، وطبعا قلب الطماطميه بتاعت البيضه بتاعتنا بص على النار اهي. وخلاص كده الطماطميه استوت، هنزل فيها بثلاث بيضات. طبعا ابني وجوزي بيحبوا طريقه البيض ديت، وهو دي بقى البيض بتاعنا اهوت خلاص استوى بقى بالشكل ده. هطفي عليه الوقت وهنبدأ الوقت نعمل الطعمية بتاعتنا. نحط طبعا شوية كربوناتو، يجي شعرة صغيرة بس خالص كده على الكمية اللي عندي ديت. الوقت الزيت معايا سخن برده اهوت بتاع البرنجان. الوقت انا هقلب الكربوناتو في الطعمية وهحطها في الزيت، طبعا هنزلها بالشكل ده. طبعا لو انت حابة تتقشي عليها بيضة كمان ماشي، بس هي مش محتاجة بيض ولا حاجة. ودي بقى الطعمية بتاعتنا اهيت. وكده خلاص عملنا الطعمية والفول بتاعنا اهوت، ودا البيض والبطاطس ودا السلطة بتاعتنا. والوقتي انا مجهزة كمان الدقة، فلفل وتوم وخل للبرنجان بتاعنا او البتنجان بتاعنا. وخلاص اهوت ده بالشكل ده. وده بقى كان فطارنا النهارده او الروتين بتاع الفطار بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم فطارنا، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.